مباشرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم فاضل يسأل وأرسل بوست بعنوان شوية فرفشة مهداة من صديق مفرفش أسعده الله، وأرسل فيها مجموعة من النكات التي فيها من التحكم سبحان الله على الدين والاستهزاء بشرائع المسلمين. ونقول للأسف الشديد يعني هذا من نواقض الإسلام. ربما إذا كنت لا تعلم أخي السائل الكريم والذي أرسل فعليك أن تعلم. قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قل أبالله يعني بالله عز وجل بالذات الإلهية وبالدين وآياته القرآن والسنة ورسوله وما ورد عنه قولا وفعلا وتقريرا وصفة، كنتم تستهزئون تجعلونه مثارا للسخرية والنكات. لا تعتذروا، هنا لا ناهية تفيد أن هذا الفعل الذي فعلته فعلا محرما، ولا جازمة فجزمت الفعل المضارع بحذف النون للمفعل الخمسة. قد كفرتم، وقد على الفعل الماضي تفيد إيش؟ التحقيق بعد إيمانكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تهبي في نار جهنم 70 خريفا، دلالة على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل يتكلم بالكلمة يضحك بها القوم ويل لهم ثم ويل لهم ثم ويل لهم. والله عز وجل يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله عز وجل يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. مش هذا البوست الكبير المليء بالنكات أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله عز وجل قال: ونخرج لهم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج لهم يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الكتاب الذي أنت ألفته وكتبته وملأته بالسخرية من الدين وبالشرائع من الصيام ومن الملائكة المقربين، ستقرأ هذا الكتاب وستندم عليه أيما ندم. إن عبدا يقرر الله بذنوبه فينكرها فيقول: يا عبدي أتريد شهودا؟ قال: إي يا رب. قال: ممن؟ قال: من نفسي. فيختم الله عز وجل على فمه فيتكلم يده وعينه وجوارحه فيقول: صح. قل كن في كن كنت أناضل، أو هذا قول عز وجل: اليوم نختم على فهم وتكلم الأيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي سورة فصلت: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قال: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ومن الذي ذكر حقيقة شيء والله أنا يقشعر منه جسدي ويقف منه شعري ويقف. يقول لك صعيدي دعا ربنا 15 سنة يرزق بولد، نزل له ملك من السماء قال له: أبوسي لك تجوز، أبيس دمك تجوز. هل في ملك ينزل من السماء لمثل هذا يا أخي الحبيب؟ لا إله إلا الله. وما قدر الله حق قدره. الملائكة المقربين هؤلاء الذي يكفي بطرف جناحهم قلبوا قرية فجعلنا عاليها سافلها، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أذن لي أن أتكلم عن ملك من حملة العرش ما بين أذنه وعاتقه وكتفه 4 أصابع مسيرة 500 عام. يعني لماذا هذا يا أخي؟ ما لقيت إلا الدين لك تستهزئ به؟ ما لقيت إلا الدين تستهزئ به؟ وتستهزئ بالصعدة كلهم، الناس الطيبين هذول، الناس الفضلاء، الناس اللي فيهم المروءة. اغتبت كل الصعيد، كل الصعيد في الدنيا اغتبته، ستأتي مزن سيئاتك، الله يعافينا وياك. قال لك سأل صعيدي أخبار الصيام برد وقال: والله لو الوضوء كنا متنا من العطش. يا رجل ما لقيت إلا الصيام والوضوء تستهزئ به؟ تستهزئ بشعائر الله عز وجل؟ هذا هو الذي انطبق فيه قول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد. ما أقول لك عاد بضحك أنا؟ ما يجوز الضحك بدين الله عز وجل ولا السخرية بدين الله عز وجل. ما هي لعبة هي يا أخي الحبيب؟ جزاك الله خير. هذه 5 دقائق في هذا، وإن كان مثل هذا نقعد في 5 ساعات نبين ما فيه من الفساد ومن الضلال، لكن يكفي سوارنا حاط بالمعصم ويكفي عقدا زينا جيد عنق
اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه، صلى الله عليه وسلم.